حاجة من الأطعمة. فمن هنا قال بعضهم الأكل من الدين. قال فليكن حلالا، أول أدب يكون حلالا في نفسه طيبا من جهة كسبه موافق للسنة والورع، لم تدخل مداهنة ولا كان بسبب مكروه في الشرع ولا بحكم هوى، هذا حلال مطلق، كان أكل الخواص من الصالحين في القرون الأولى والقلائل ممن بعدهم في القرون المتعاقبة. وقل الآن وصار يمثلون للحلال المطلق، قال إذا نزل غيث من السماء تلقيته بيدك، ما بش بإناء، ما بإناء، بيدك أشربته حلال خالص، هذا صح مطلق، شل منه، فهذا من أندر ما يصل إلى بطنك وجسدك، هذا الصورة حلال نزل من السماء تلقيته بيدك، ما هو إناء مصنوع من درمين دخلك من معامل على بيدك الله. هذا مثال للحلال الخالص في كل زمان ممكن موجود، لا دخل أرض حد ولا دار حد ولا وقعي في إناء، تملك مسكته بيدك أو من عند ربك لا يدك وصل إلى فمك. هذا الحلال المطلق، ثم دونه ما دونه في المرتبة حسب الوقت والحال، و تبقى الفوارق الكبيرة بين من لا يبالي بأي شبهة وبين من يحذر من الشبهات الكبيرة ويبالي بالصغيرة، وبين من يجتهد أن يترك الشبهات بحسب استطاعته، هذا أول فارق. والفارق الثاني بين من يتناول الطعام مع مستطاع من التحرز ولكنه خائف ونادم وباكي، وبين من يتناوله وهو يضحك ولا غير مبالي. لما قالوا لبعض الصالحين وحذرهم من الشبهات وقالوا انت من اين تاكل؟ قال من حيث تاكلون، ولكن ليس من ياكل وهو يبكي كمن ياكل وهو يضحك، ليس من ياكل وهو يبكي كمن ياكل وهو يضحك، لا يفرق لا يبالي. وليحرم من الحرام وشبهة القوية. وبعد ذلك يأتي على الناس زمان لا يبقى فيه أهل بيت إلا أكلوا من الربا، فمن لم يأكله أصابه من غباره. صدقت صدقت يا رسول الله، وبارك بين صاحب الغبار وبين الذي يأكله، سحت. يأتي إلى عين الربا ومعدن الربا ولا يبالي، يتوظف عندهم ويأكل منهم ويشل من عندهم، وبين من يصلوا من طريق بعيد من دون أن يقصد، فارق بين هذا وهذا، لا إله إلا الله. بعد ذلك غسل اليد قبل الأكل وبعد الأكل سنة، لا يد وحده بل اليدين معا، سنغسل اليدان مع أصل اليدين معا لا اليد الواحدة، قدم يده فقط وحده يغسلها لأنه بيأكل بها، عندك تحتاج الاستعانة بالأخرى في قطع شيء أو إيصال شيء أو رفع لقمة، فتغسل اليدين معا اليدين قبل الأكل كما تغسلهما بعد الأكل. وكان بعض العرب يحب الغسل قبل الأكل، ما عنده أهم الغسل بعد الأكل، ما عكس ما ينتبه منه الناس الآن. وإذا تناول الطعام بيدك فهي ملعقة لا يأكل بها غيره، لا يأكل بها غيره، إذا تناوله بالملعقة تغسل اليوم بها، يأكل ذا وساعة ذا وساعة، تمر على الناس كل ساعة واحد يأكل، لكنها تغسل بعد ذلك وذلك. ومن أطعم أخاه لقمة حلوة كفى الله مرارة الموقف. أورده السيوطي في الجامع الصغير الحديث، من أطعم أخاه لقمة حلوة كفاه الله مرارة الموقف. وغسل اليدين ما حثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا أنه ينفي الفقر، ينفي الفقر
وكذلك الجنون اللي عبر عنه باللمم وينفي الذنوب أيضا. الفقر ويطلق اللمم على الجنون وعلى صغار الذنوب ينفي الفقر واللمم. إن مما يورث الغناء الوضوء قبل الطعام وبعده، والمراد وضوء لغوي لا شرعي وغسل اليدين بس، ها ما هو قبل الطعام تروح تتوضا كل وضوء كامل ترجع تاكل تروح تتوضا. المقصود الوضوء اللغوي اللي هو غسل بعض الاعضاء، غسل اليدين قبل الطعام وبعد الطعام. بعض العرب كان يقول هذا خير اغسل له ولا تغسل منه، ها يقول اغسل له العظيم ولا تغسل منه الا خير. فكان كما هو حال بعض الصحابه والتابعين اذا ما هناك اثر كثير للدسم ولا غيره في اليد يكتفي باطن قدمه فيمسح بخمصي القدم، هذا غسله. وعلى كل حال الامر واسع والغسل سنه قبل الطعام وبعد الطعام. وورد النهي عن النوم وفي اليد ريح الطعام من غير غسل، وذلك سبب لتسلط الشياطين والجن على ابن آدم، فلا ينبغي أن ينام وفي يده ولا في فمه أثر طعام فيكون فمه نظيف. والذي يستعملون تغسيل الأسنان بهذا المعجون أو بهذا الفرشاة ينبغي أن تكون قبل النوم، أهم منها عند القيام النوم حتى يتنظف الفم وينام وهو نظيف الفم. استعملها قبل النوم. كلما استعملت مثل هذا أو استعملت أي نظافة من نظافات الفم فنوي بها الاتباع والاقتداء والاهتداء والسنة، فإن من أكد السنن نظافة الأفواه لأنها مجرى ذكر الله، مجرى الذكر فمك خلوا نظيف دائما. ولذا ورد الاستياك عند دخول البيت، عند الخروج من البيت، عند دخول المسجد، عند الصلاة، عند الوضوء، عند النوم، عند القيام من النوم السواك. فلا ينبغي أن ينام وفي يده أثر الطعام ولا في فمه، بل يتقن بعد ذلك إما بالمسح الجيد أو بالغسل وهو أفضل. غسل اليدين. وإذا قدم الغسل حاز الذي يقدمه ثواب غسل كل الحاضرين. سنة هذا وسنة هو الذي يقدم المغسل يغسل لنا يحصل ثواب مثل ثوابي مثل ثواب الثاني مثل ثواب الثالث، حق سنة الغسل كلها تتجمع لعنده لأنه سبب. فلذا كانوا يتنافسون على تغسيل أيدي الصالحين خاصة والمسلمين عامة للطعام أن يشاركوا في السنة يحصل مثل ثوابه فيغسلون أيديهم. غسل الأيدي قبل الطعام وبعد الطعام كذلك. إذا قدم الغسل لا يكون الغسل في ما مجموع فينا واحد يغمس فيه كل واحد، فلا يقوم هذا بالمقصود من غسل اليدين، بل يتجمع فيه أثر ما يخرج من يد هذا وهذا 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 يصيره ما عاد تغسيل هذا، ولكن بالصب يصب الماء ما يكون ماء نظيف جديد يغسل كل يد، يغسل كل يد وهكذا. صلى الله على الذي علمنا كل شيء. ثم لا ياكل متكئا ولا مضطجعا ولا قائما ولا ماشيا، مع المشي اشد كراهه، ياكل وهو يمشي، يجعل الاكل في وقت الاكل. فمن الخطا الكبير ان يجي الى مجلس ذكر او علم يحمل له شيء في جيبه ولا يقوله ويتناوله الناس في وقت الذكر وقت العلم، ما هو هكذا، ها هذا انعدام ذوق، انعدام ذوق الادب. هو وقت الاكل استمع وانصت خل فمك نظيف، سع
فوق للعلم ما هو دخل فمك شيء من تقرشه من اللوزة وغيره ما تأكل وقت القراء. الأكل في وقته في محله، وإذا في وقته وفي محله لا يكون وأنت متكي أي معتمد على شق من جسدك ولا على يدك، حتى متكي ولا على يدك لا تأكل متكي.